عم ب 200 ألف تو 200 220 ألف مربوطين بالكور ومربوطين باليد العاملة. والله المهرب موجود في العالم هو، لو مش في تونس بركة ما أنت. المهرب ما جانيش أنا ولا ما تعاملتش، وما نحبش ندخل في الحاجة هذيا خاطر موش أنت أنا. نحن عندنا ناس جروسيستية نمشيو ناخذوا بالفاتورات ونشيروا بالفاتورات. صرت نساء الكبار فهمت. ساعات تلقى المكتريه راجل امه تحبه تقول كيفاش باش نعطي ولدي انا، ما تحبوش يفارقها، مش ما يحبوش، تحبوا ديما بجنبها تقول لها لا خذ هذا هذا رزين، لا خاتم لا هذا، فهمت هذا فينو اخسر نعملو هكا يتكسر. مثلا فما شكون جا خطا عربون ومن بعد ما تفهموش، ومن بعد انا فما رجعت قلت يسمع رجع لي عربون يا اي خاطر وقت عطا عربون ومن بعد ما تفهموا تحب تضرب العربون تاع ماني هو ما يرجعش ترجع هي ترجع هي. شنو هي سوم الذهب؟ الذهب سمو الجرام ب 200 الف تاو 200 220 الف. علاش بين ال 200 و 220 ما عندوش سوم هكا فيكس؟ ما هو ما عندوش خاطر الذهب غلي، هو تاو البريود الاخرانيه ذا غلي تاو ب 200 220 230 تاو فما سلعة تكلف فهمت. سيزون تويك عروسي مش مربوطين بالسيزون، مربوطين بالكور تو. الكور هو يجي كور عالمي مره يطلع مره يهبط فهمت. ما انت مربوطين بالكور ومربوطين باليد العامله، فما يد العامله تلقى ب 40 الف الجرام تلقى 30 الف الجرام، يد العامله فما ب 20 الف باليد العامله يطلع السوم هذاك. منين نجيبوا الذهب؟ الذهب من تونس، انا البنك سنترال ناخذ ذهب من تونس، وعنا صناعية يصنعوا وعنا معامل تصنع وعنا، ومن بعد تدخل دار تابعة والدولة تطبعها ونحن نشري معنا كيفية نتيجة نشري معنا جروسيستية فهمت؟ يدخل جروسيستية لنا هنا في تونس؟ اي بيان سور، عنا هنا معامل في صفاقس، عنا معامل عنا معناتها في تونس، هنا عنا جروسيستية برشا في تونس، نحن نشريو من تونس. فما ذهب مهرب يدخل لتونس؟ والله المهرب موجود في العالم هو، راهو مش في تونس بركة ما أنت. المهرب اون جينيرال تلقاه مخلط تلقاه مغشوش؟ والله ما نكذبش عليك، المهرب ما جانيش انا ولا ما تعاملتش، وما نحبش ندخل في الحاجات هذيا خاطر موش انت انا. نحن عندنا ناس جروسيستيه نمشيو ناخذوا بالفاتورات ونشرو بالفاتورات. نحن التجار اللي عندنا حوانت في المدينه معناتها في البركه ناخذوا بالامور القانونيه معناتها، نحن ما ناخذوش المهرب. احكي لي على الغش في السوق، معناها مثلا البوتيكات فما شكون اللي غش مثلا في مع الكليونات، فما الكليون اللي ما يفهمش ما بين ذوق 18 وذوق 9 وذوق 24. لا هو ال 24 ما عندناش ويجي لانغو. نحن تونس عندنا زوز عيارات، عندنا عيار 9 وعندنا عيار 18. 24 مش موجود. لا 24 ويجي لانغو ما يتخدمش معناتها يجي سبيكه. نحن ذاك البنك سنترال ناخذوه والمعامل اللي هي تخدمه، وعندنا خدمه كيفاش يتعبر، وعندنا خدمه ذاك كيفاش فهمتي يولي ذوق 18 ويتبيع فهمتي في الاحوان. عندنا 9 وعندنا 18 هذا الحاكم شنو اللي مسعر لنا معناتها في العيار. انا مثلا ما نفهمش في الذهب وما نفهمش في العيارات والكل، شنو الفرق ما بين ذوق 9 وذوق 18؟ هو 9 تلقى 9 في العيار اللي هو معناتها 18 معناتها مو عيار، هو معناتها شو كيفاش ما فهمتش باش يتخلط مثلا الذهب. هو يتخلط فما للياج وفما نحن نقولوا فما زاد الفضه الصارمه معناتها خدمه، معناتها في خدمه باش يتيح في العيار باش يولي ذوق 18 وكيك يولي فهمتي يتخلط بالنحاسه. اي هو مش نحاس، هو الياج، الياج اغلى من الذهب، مش نحاس هو ذاك. اي ما تيار اسمه الياج ما ذاك اغلى من الذهب يا اخي، مش راهو نحاس، برشا ناس غالطين يقول لك نحاس يا اخي، فما نحن نبيعوا في نحاس ذهب راهو مش الياج اسمه، نوع من نحاس الباهي معناتها غالي ديجا هو. معناها اكثر من نحاس، اكثر من الذهب. مش اكثر من الذهب، اما نقولوا الياج مش نحاس، نحاس نحاس نعرف نحاس تاع سبابل مش نتاع هذا يا اخي نتاع ذهب فهمت. ما فما شكون مثلا يقول لك برشا يغشوا ويخلطونا بنحاس و مش خلطوا هما العباد ما عندهمش فكره فهمتي في خاطر توا هذا سر نتاع مهنه ما نجموش باش نحكيو كيفاش باش يخلط وكيفاش باش يعمل. اما هو ما فماش، هو 9 اقل العيار نتاعو و 18 وال 14 وال 21 كل عيار وعنده عياره فهمت. ذوق 9 مثلا الجرام قديش؟ الجرام يوصل توا ب 110 120 الف الجرام معناتها ذوق 9.
ذوق 18 220 200 220 195 من هكاك وانت طالع فهمت حتى جرام حاجه معناتها نحكي كموديلات خاطر فما علاش يتكلف فما بيرت يمشي ساعات فما ذاك ذهب ساعات فما ذهب كي يبدا يخدم ما يفيقش بيه تلقى فيه 30 و40 بونت وهم 50000 كي تجي تعمل حسابك تلقاهم فلوس. سامحني ما فهمتكش جيت تفسر لي. قلت لك بالنسبه اللي نحكيه ونقولوا نحن في اليد العامله، اليد العامله اول حاجه فما ماكينات غاليين. بالشرقاء هو يخدم وحده، وتلقى فما اليد العامل اللي يخدم باليد، ساعات كي يبدا يخدم على الكونتوار نتاعو هو، كي يبرد واحد، هذاك بارت، هذاك مو يمشي على الكليون، يمشي على عليه هو، يثقلوا على الكليون. ما عنده حتى حل، فهمت؟ هذاك الواش الجرام تلقاه ساعات يوصل ل 200 و 220، هو في النورمال تو ب 200,000 الجرام. ميت في العادي 200,000 اللي باش تلقى فما كاليتي في الموديلات فهمت تو صياغه عاديه سامبل فينو نتاع رايس مثلا لوجو على ارخص حاجه في الذهب قداش تعمل بين قداش وقداش مزوز ملايين وانت طالع حتى زوز ملايين قداش تلقى فيها 10 غرام تتكلف ارخص صياغه تلقى فينو علق ما قالش من 10 غرام ارخص صياغه تبدا مزوز ملايين مزوز ملايين ملايين وانت طالع مسكين التونسي بالحق ولا مسكين هو ذهب تجارة وما عادش نخدمه برشا كيما قبل ملي غلا ذهب ما عادش نخدم قداش عنده ملي غلا صاي دخل في هو عنده تو هو من بعد الثوره هو قعد طالع من 45 وبدا يطلع ل 60 من 60 ل 80 وهو بدا يطلع هكاك فهمت يطلع الكور هو خاطر كور عالمي يطلع الكوري باش يزيدوا ذهب باش يولي غالي اوتوماتيك باش يغلي معناها عنده 11 سنه 12 سنه صحيح اي قبل الثوره كنا في 60 65 فهمت توا ب 200,000 ومازال الغلا خاطر كي تجي تفركس كذهب مكسر تلقاه ب 150 و 153 المطبوع قداش يحبوا يكون معناتها اوتوماتيك باش تلقاه غالي فهمت شغله فما شكون يجي يبيع ذهبه موجود موجود عباد مساكن من بعد الثوره وما يبيعوا في الذهب يشتر العباد ما عادش ديجا ما عادش يوصلنا حتى شيء في البيوع نتاع الذهب المهم مسكنات فهمت العباد ولا مسكنات باعوا اللي ما عادش عندهم قداش تاخذوا الجرام؟ تو ناخذوا على 145 الايامات طايحه شويه 145 فما 150 فما 148 هكاك السوم هذيك القطعه كيفاش تاخذها؟ كان حاجه نظيفه تاخذها بسوم وكان حاجه مكسره مدقدقه بسوم؟ اي اي كان حاجه تبدا حاجه نظيفه ساعات تبدا حاجه مطبوعه تاخذها ب 165 170 100 انت والقطعه وفي التكسير الحال العادي اللي باش يذوب تلقاها ب 148 145 150 انت معناتها الوقت الكور وقت نهارتها شنو اللي قد يسومه انت تساعدك معناها قطعه تدفع فيها برشا فلوس وتنجم تجيب لك اكثر ما فهمتكش معناها انا نجيب لك مثلا خاتم ولا براسلين نظيفه مثلا لبستها مره ولا مرتين ونجي انت مثلا تعطيني في الجرام 170 ولا 165 كما قلت انت معناها تبدا حاجه نظيفه بالكدا انت تساعدك تدفع فيها كيكا هو يساعد يساعد خاطر اقل شويه في السوم شو مره باش تجيني قطعه ما ديما القطايه هما تو نحن كيما نحن التجار معناتها شنو باش نقعد نستنى الكليون حتى هو وقتاش باش يجيب لي قطعه وكي باش تبيعها معناها قطعه شاريها انت كيفاش نفس السوم الجرام العادي اللي تبيع به تنجم تطيح لها شويه في سومه خاطر تنجم مثلا باش تعاون شويه ناس انت رابح شويه في عود تصور في القطعه خاتم نقولوا نحن 70,000 تصور 40 دينار في القطعه وتساعد الكليون وتساعد عباد شنو المشكل فما ناس مثلا انا من نوع انا بيع الكاليتي الباهية وما تصورش في الكليون في حاجة كبيرة وصور حاجة قليلة وربح هكا الكليون وكليون يجيب لك الكليون وهكاك الحياة فهمت احكي لي على طرفة صارت لك مع الذهب مثلا مع كليون هكا جيب لك باش يبيع لك ولا باش يشري ولا حاجة برشا هما برشا نحن تلمو استانسنا يدخلونا كل يوم في 50 بشر كل مرة واحد شنو اللي يصير واحد تعاركوا مرته وخطيبته تعاركوا الكوب اللي هنا باش يشري الذهب تعاركوا ولا تعاركوا ولا تعاركوا ولا قطو يا تشري لي يا ما تشري ليش فما اللي مسكين يبدا ما عندوش عامل بيجي على مثلا نقولوا نحن مليون باش ياخذ فرده قبل هذه فرده وخاتم تجي تختار له فرده تاع نقولوا نحن تاع
مليون واش الخاتم يقول لها بنتي كيفاش انا عندي بتجي هكا يدخلوا لي امورك معناها انت ما ماخذني انت هكاك يا ودي يزمك هكاك وطرايف حاصيل وطرايف وفما الام تغضب على الراجل وفما الام فهمتني ام الراجل تغضب على الطفله وحاصيل صارت مشاكل يجيو يختاروا الذهب يجيو كوبل وحدهم ولا يجيبوا عائله وفما شكون يجيب امه واخته قبل كانوا يجيو هما يجيو يجيبوا عائلاتهم اما تو المكثريه نقعد نشوف الكوبلوات يجيو هو وخطيبته يبداو متفاهمين ياخذوا اللي ينجموا ياخذوا المال عائلات تتدخل تعمل مشاكل اي تتدخل تاخذ صرت نساء كبار فهمت ساعات تلقى المكثريه راجل امه تحبه تقول كيفاش باش نعطي ولدي انا يزمو يقعد عنها تحبوش يصرف معناها لا ما تحبوش يفارقها مش ما يحبوش تحبوا ديما بجنبها تلمو فما ما تحب اولادها برشا راهو وام العروسه تبدا عينها محلوله تحب بنتها تلبس عاد اي تقول لها لا خذ هذا رزين لا خاتم لا فهمت هذا فينو اخسر نعمله هكا يتكسر هكا معناها تبدا بنتها تختار في الذهب مع رجلها وهي تبدا هكا معناها اي 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 مش قدامه هكا علنا نعم في خاطر انا تحس مس تبدا توري وتبدا قاعد تغزر معناتها تشوف في حاجات معناتها شنو اللي قاعد الكريماس وتشوف في حاجات تصير تصير فضيت تصير صار تحايل على رجال في الذهب تبدا مراه تبدا تتحايل عليه ياما جا راجل مثلا فما شكون جا خطا عربون ومن بعد ما تفهموش ومن بعد انا فما رجعت قلت يسمع رجع لي عربون يا اي خاطر وقت عطا عربون ومن بعد ما تفهموش حاب تضرب العربون تاع ماني هو ما يرجعش ترجع هي ترجع هي اي برشا برشا توارغ برشا فازات تصير كا واحد وين تخدم الذهب نتاعك لهنا لاتولي نتاعك؟ لا انا ما عنديش اتولي انا ماكش صنايعي تاجر معناتها تشري فما جروسيستا وتشري من عندهم وتبيع